عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى حلقة اليوم من برنامجكم الطبي صحتك في رمضان. يعاني العديد من الناس من تشكل الحصوات المؤلمة، وخصوصا عند البدء بالصيام والامتناع عن الأكل والماء. فكيف نستطيع تجنب تراكم الحصوات وكيف يمكن الوقاية منها؟ لنتابع. الصيام وتشكل الحصوات في رمضان. الحصوات هي كتلة من مواد صلبة تتجمع في مجرى البول. تتشكل حصى الكلى عادة في الكلى وتترك الجسم خلال تيار البول. قد تمر حصوة صغيرة وتخرج من الجسم دون التسبب في أعراض، ولكن إذا كان حجم الحصوة أكبر من 5 مليمتر فيمكن أن تسبب انسداد الحالب، مما يؤدي إلى ألم شديد في أسفل الظهر أو البطن، وقد تؤدي أيضا إلى بول دموي أو قيء أو عسر التبول. عادة ما تدور المخاوف حول خطر الإصابة بالجفاف في رمضان لمن يعانون من أمراض الكلى، ومن المعروف أن الجفاف وقلة شرب السوائل له دور في تفاقم مشكلة الحصوات البولية. العديد من حالات المغص الكلوي الناتجة عن هذه الحصوات تصل المستشفيات خلال هذا الشهر الفضيل. وفي دراسة بحث في عوامل الخطر التي تزيد من تكون الحصوات خلال صيام رمضان، وجد أن الصيام له تأثير مختلف على هذه العوامل، مما جعل من الصعب على علماء الدراسة استنتاج أن صيام رمضان يزيد من خطر الإصابة بالحصوات البولية بشكل مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أهنئ المستمع الكريم بشهر رمضان المبارك، تقبل الله صيامنا وصيامكم. وكما أحب أن أشكر قناة السعيدة وبرنامجكم المميز لإتاحة الفرصة الجميلة هذه لطرح بعض النقاط التي قد يستفيد منها، بل حتما ويقينا سيستفيد منها المشاهد والمستمع الكريم. موضوعنا حول الصيام وعلاقة تكوين أو علاقته بتكوين وتشكيل حصوات الكلى. في البداية أبدأ بنبذة مختصرة عن حصوات وتشكيل الكلى. حصوات الكلى شيوعها بالعالم بأكمله ما يقارب 1 إلى 15%، يعتبر شيوع ليس بالقليل. الشيوع هذا طبعا مختلف من منطقة إلى أخرى، من دولة إلى أخرى، بل من محافظة إلى أخرى. فلو حسبنا بشكل عام في العالم بأكمله، الشيوع يعتبر شيوع ليس بقليل. من جهة أخرى قد تكون النساء محظوظات في هذا المجال، لأنه شيوعه عند الرجال أكثر من النساء. طبعا كان في السنوات الأولى بهذا الشكل، مع تقدم الحياة وتقدم السنوات أصبح تقريبا نسبة الحدوث الحصوات عند الرجال مشابه له عند النساء. هناك علاقات كثيرة، من أهمها موضوعنا موضوع اليوم هو موضوع الصيام وعلاقته بتشكيل الحصوات. الشيء الوحيد الذي أحب أن أذكر عليه أنه في شهر رمضان هذا بخصوص أنه يأتي علينا تقريبا مثل الثلاث السنوات السابقة، يأتي في فصل الصيف. فصل الصيف متميز بالحرارة ومتميز بطول فترات الصيام. فطول فترات الصيام هذه الجسم يبقى في حالة شبه جفاف. الجفاف هذا يعتبر بالنسبة لنا من أهم العوامل التي تساعد على تشكيل الحصوات. كيف تتشكل الحصوة وكيف تبدأ تشكيل الحصوة؟ الكلى عبارة عن جزء لحمي فيه كم سنتي لحمية، والجزء الآخر جزء مجوف. الكلية تفرز وتصفي الدم عبر الجزء اللحمي، وتمتص المواد الشائبة والمواد الزائدة من الجزء اللحمي عبر الدم وترمي به إلى الجزء المجوف على شكل بول. البول هذا بيطلع عبر الحالب إلى المثانة. في ترسبات ورواسب، تمام، لها أسباب عديدة بتتكون بالجزء المجوف في الكلية على شكل ذرة وتسمى نواة، لا ترى بالعين المجردة بهذا الشكل. الرواسب تجي فوقها إذا تساعدت بقية العوامل مع بعضها لتشكيل الحصوة، فالرواسب تأتي فوق بعضها وتبدأ مع الأيام تشكيل الحصوة، ثم تتضخم أكبر، ممكن حتى إلى أن تنتهي الكلية. هذا أساس القضية، تبدأ من هنا. طيب، ما العوامل اللي تزيد هذه في شهر رمضان؟ طبعا ما العوامل اللي تزيد تشكيل هذه النواة أو تزيد هذه الرواسب
في شهر رمضان المبارك. قلنا الجفاف، فعندما يتم تصفية الدم يتصفى الدم، لكن الشوائب لأن الدم في حالة لزوجة فيكون تركيز البول أكثر، فعندما يتركز البول بشكل أكثر الرواسب هذه تزيد بشكل أكثر. تمام؟ إيش المطلوب؟ المطلوب نحن نزيد بشرب السوائل. إذا أضفنا من شرب السوائل، شرب السوائل بالحجم المطلوب وبالشكل الكافي يرقق الدم، وترقيق الدم يمنع تشكيل الرواسب هذه النواة اللي هي أساس وتشكيل الحصوة. ففي شهر رمضان هناك ناس أكثر عرضة للإصابة بتشكيل الحصوات، مثلا من هم؟ مثل الخبازين الذين يقفون أمام الفرن أو اللي بيشتغلوا بالمطاعم أمام الشوايات، الحرارة معرضين لحرارة أكثر، فترات طويلة أكثر، الجسم يمر بفترات طويلة من الجفاف. الجفاف هذا واحد من العوامل الرئيسية التي تبدأ بتشكيل الحصوات. كمان الإجهاد والعمل والتعرق الزائد عن اللازم في فصول الصيف وفي فترات طويلة لساعات طويلة وفي شهر رمضان يعتبر عامل رئيسي لتشكيل الحصوات. طيب كيفية الوقاية في شهر رمضان، كيفية الوقاية من تشكيل الحصوات بهذا الشكل؟ تشكيل الحصوات كما شرحنا يبدأ بتشكيل نواة، احنا نروح نسوي نمنع تشكيل النواة من أساسها. كيف نمنع تشكيل النواة؟ بالإكثار من كمية السوائل. طيب كيف نكثر من كمية السوائل؟ هل هو وقت الفطور؟ هل هو وقت السحور؟ لا، من أول ساعة في وقت الفطور نبدأ بفطور خفيف، نشرب سوائل برضو خفيفة في الساعات المتبقية من الليل، بعد الفطور بعد العشاء نواصل على شرب الماء، وسط الليل نواصل على شرب الماء، قبل السحور كمان نشرب ماء. مش معنى ذلك انه خلاص لازم ما نشرب ماء الا وقت الفطور ولا وقت السحور مشان استعداد للصيام، لا، الجسم بحاجه انه يبقى في حاله ارواء مستمره في ساعات طويله من النهار استعدادا للنهار في اليوم الثاني. عدم التعرض للحراره بشكل اكثر. هناك عوامل كثيره، منها أذكر منها المهم، منها مثلا أكل المأكولات المالحة من المخال الخاصة في شهر رمضان، الإسراف في أكل اللحوم برضو هذا من أحد العوامل بتشكيل بعض أنواع الحصوات. الحصوات أنواع كثيرة ومتعددة، لا نستطيع أن نحصرها في زاوية أو زاويتين نتكلم عنها، ما المطلوب لمنع تكوينها أو ما المطلوب لإخراجها. فكل نوع من أنواع الحصوات له علاج معين وله تميز معين كيف نتعامل معه، حتى أن بعض العلاجات التي تستخدم قد تكون سبباً في تكوين بعض الحصوات الأخرى، نظراً لأن الكلية لها عوامل، من هذه العوامل محيط الكلية، قد يكون هذه الحصوة تتكون في محيط قليائي في الكلية، محيط قلوي. إحنا نجيب مثلاً علاج أو نستخدم أكلات اللي بتخلي محيط الكلية محيط حمضي، فاحنا بنساعد تشكيل الحصوات الحمضيه. صحيح قللنا من الحصوات القلويه لكن اضفنا من المشاكل الثانيه. الامور الاخرى التي لا بد ان ننتبه لها كيفيه التعامل مع هذه الحصوات. كيفيه التعامل مع هذه الحصوات، هناك من يقول لا بد ان نتدخل جراحيا، لا بد ان ناخذ علاج طبي، لا بد ان ناخذ الحصوه وموقعها هو من يفرض علينا كيف نتصرف مع الكلية. هناك حصوات لا تضر الكلية ممكن نتابعها سنوات شهور ما فيش أي إشكالية، في حصوات لازم تدخل بشكل طارئ، يجب مراجعة الطبيب المختص، الطبيب المختص ومن سيقرر هل هذه الحصوة حالة طارئة سببت انسدادات في الكلية، ارتفاع في وظائف الكلية لا سمح الله. كان هناك لم يسعني الوقت لأذكر بعض النقاط حول المرضى الذين يمكنهم الصيام أو لا يمكن، لكن بشكل عام المرضى الذين لا ننصحهم بالصيام هم المرضى الذين يعانون من بعض من القصور الكلوي، المرضى اللي يعانون من الفشل الكلوي المزمن وهم تحت الغسيل، المرضى اللي هم أكثر عرضة لتكوين الحصوات. فالمريض اللي بيكون حصوة بحياته نقول خلال 10 سنوات القادمة يمكن يكون باحتمال 40% بيكون حصوة جديدة. هذا بشكل مختصر، أتمنى أن تكونوا قد انتفعتم من ولو لضيق الوقت من بعض النقاط التي ذكرناها، ولكم مني جزيل الشكر.
إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى لكم جميعا دوام الصحة والسلامة والعافية. شكرا لمتابعتكم، كما الشكر موصول أيضا لمستشفى المنار التخصصي محافظة إب. ألقاكم غدا بحول الله، إلى اللقاء.